منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة ينطلق اليوم في نسخته الثانية عبر تقنية الفيديو كونفرنس. سوريا تعلن تصدي دفاعاتها الجوية للعدوان الإسرائيلي الجديد فوق دمشق. نتنياهو يحمل إيران مسؤولية انفجار سفينة إسرائيلية في خليج عمان متوعدا بالرد، وإيران تنفي. القاهرة نشرة جديدة لأهم وآخر الأنباء. تنطلق اليوم فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى أسوان الثاني للسلام والتنمية المستدامة عبر تقنية الفيديو كونفرنس تحت عنوان تشكيل الوضع الطبيعي الجديد في إفريقيا، التعافي بشكل أقوى وإعادة البناء بشكل أفضل. وتبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة يلقيها وزير الخارجية، يليها جلسة رفيعة المستوى بعنوان التعافي في مرحلة ما بعد فيروس كورونا وتعزيز السلام والتنمية المستدامة في إفريقيا. يوجه خلالها القادة الأفارقة رسائل للمنتدى. بحث دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة في محافظتي شمال وجنوب سيناء في إطار الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين. وأكد رئيس الوزراء استمرار المتابعة للجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ خطة تنمية شبه جزيرة سيناء في كافة الاتجاهات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية. من جانبها أشارت وزيرة الصحة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال التطوير ورفع كفاءة مستشفيات في محافظتي جنوب وشمال سيناء. أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 جاهزية مدينة سرت لعقد جلسة مجلس النواب الليبي ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. وقالت اللجنة في بيان إنه بعد التشاور والتواصل بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تم تأكيد من قبل كافة أعضاء اللجنة أن مكان الاجتماع بسرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية طيلة الفترة من بداية الجلسة إلى انتهائها. أعلن الجيش السوري أمس أن إسرائيل شنت هجوما صاروخيا على أهداف في محيط دمشق سمعت فوق العاصمة، وأوضح في بيان أن الهجوم جاء من هضبة الجولان وأنه أسقط معظم الصواريخ. عدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق تم التصدي له وإسقاط معظم الصواريخ المعادية. كان هذا فحوى البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصدر عسكري أفاد أيضا أن الصواريخ جاءت من ناحية الجولان المحتل واستهدفت بعض الأهداف في محيط العاصمة السورية. وكثفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع تقول إنها للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا، وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وأوقعت غارات إسرائيلية في 13 من يناير الماضي على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا 57 قتيلا على الأقل، في حصيلة تعد الأولى منذ بدء الضربات الإسرائيلية في سوريا. وتأتي الغارات الجديدة بعد يومين من غارات أمريكية قالت واشنطن إنها استهدفت فصائل مدعومة من إيران في شرق سوريا، ووصفها مسؤولون أمريكيون بأنها رد محسوب على هجمات صاروخية استهدفت أمريكيين في العراق. وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية مجلس الأمن مطلع فبراير بتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ ما وصفته بإجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية على الأراضي السورية. رفضت إيران اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بوقوفها وراء تفجير استهدف سفينة إسرائيلية في خليج عمان محذرة من إحداث توترات. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد ألقى باللوم على إيران في انفجار السفينة متوعدا بالرد الإسرائيلي. وقال وزير إسرائيلي إن إيران استخدمت ألغاما بحرية لضربها.
إسرائيل متمثلة بأجهزتها الأمنية والسياسية والعسكرية لم تهدأ منذ التفجير الذي وقع في سفينة تابعة لرجل أعمال إسرائيلي قبالة شواطئ عمان، وتواصل عقد اجتماعاتها الماراثونية لبحث سبل التعامل مع إيران بعد اتهام الحرس الثوري الإيراني بإطلاق صاروخ أو اثنين بحسب الأجهزة الأمنية أثناء مرور السفينة بمحاذاة مضيق هرمز. ونقل عن مسؤول أمني قوله إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تراقب التطورات عن كثب وتواصل إجراء تقييمات ومناقشات سرية حول الموضوع لجمع المعلومات الاستخباراتية من أجل صياغة الموقف. ولم يخفي الإسرائيليون قلقهم من أن تختار إيران الساحة الحربية لمواجهة مع تل أبيب، محذرين من خطر اشتعال يهدد المسارات البحرية وبالتالي يمنع دخول السفن والبضائع إلى إسرائيل، ما سيلحق أضرارا اقتصادية كبيرة. ووفق تقارير إسرائيلية فإن 90% من واردات إسرائيل وصادراتها تجري عبر البحر، بينما يمر 12% منها وتبلغ قيمتها نحو 15 مليار دولار في مضيق باب المندب الذي تخشى إسرائيل من أن يكون النقطة الأسخن التي تستخدمها إيران ضدها. ويرى خبراء أمنيون أن المرحلة الثانية بعد الأضرار الاقتصادية ستكون الصدمات العسكرية التي تعتبر تل أبيب أن نشوبها قد يكون الأسوأ، حيث يقدر مسؤولون في سلاح البحرية أن إيران طورت قدرات هجومية تتيح لها تهديد السفن البحرية على مدى بعيد ومن البر أيضا. ودعم وزراء وسياسيون الموقف، وفي أعقاب مشاورات أمنية أطلق رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي تهديدا مباشرا تجاه إيران بعد أن لمح إلى أنها تقف وراء استهداف السفينة. وجاء تهديد كوخافي بعد أن دعا أكثر من مسؤول أمني وعسكري إلى توجيه ضربة ضد إيران بعد أن تجاوز خطرها صناعة القنبلة النووية إلى اعتداءات مباشرة ضد أهداف إسرائيلية. وبحسب كوخافي فإن الجيش يعمل مقابل مختلف التهديدات التي تشكل خطرا عليه في الدائرة القريبة والبعيدة. إذن مشاهدين الكرام، عودة مرة ثانية لمصر وتحديدا مدينة أسوان اللي بينطلق فيها اليوم فعاليات النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين. وأنتقل لزميلتي أمل صبري من مقر انعقاد هذا المنتدى. أمل، فلتصفي لنا ما يحدث لديك الآن من وقائع الافتتاح والجلسات، تفضل. التحية لك شيرين ولكل مشاهدي قناة النيل للأخبار. يفتتح معالي وزير الخارجية سامح شكري بعد قليل منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الثانية بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة. وهذا هذا المنتدى ينطلق في نسخته الثانية افتراضيا بعد نجاح النسخة الأولى للمنتدى والتي حظيت على إشادة إفريقية ودولية من كافة الدول التي شاركت في هذا المنتدى الأول. هذا المنتدى يؤكد على حرص مصر على الاهتمام والتواصل بدول القارة الأفريقية. وزير الخارجية سامح شكري كان قد صرح بأن هذا المنتدى يمثل منصة لإيجاد حلول وتناول حلول أفريقية لكافة التحديات التي تواجهها القارة والدول الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بالسلم والأمن، وأيضا في ضوء انتشار جائحة كورونا وما ترتب عليها من تداعيات سلبية على النواحي الاجتماعية والاقتصادية أيضا. بيأتي انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت أو هذا المنتدى في هذا التوقيت، ويكسب أهمية كبرى خاصة في ظل الظروف الراهنة اللي بتمر بها دول القارة. أيضا بيأتي انعقاد هذا المنتدى بمشاركة قوية من مختلف الدول الأفريقية، وسيتم خلال المنتدى وخلال الجلسة الافتتاحية سيقوم وزير الخارجية بإلقاء كلمة مصر، ثم يتم تناول عرض في أو يتم تناول كلمات لعدد من رؤساء وقادة الدول الأفريقية عبر الفيديو كونفرنس. أمل، سنتابع معك بالتأكيد ما سيتم إلقاؤه من كلمات للرؤساء الأفارقة وأيضا للمشاركين في هذه الجلسات، وكما ذكرت المؤتمر بيعقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس. أشكرك شكر جزيل على هذه المعلومات، متابعين معك على مدار اليوم.
وننتقل لمجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي الجبالي، هيناقش اليوم تقرير مجموعة من اللجان المشتركة، منها تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومع مجموعة أخرى من الموضوعات. بيجملها لنا رمضان المطعاني زميلي من داخل مجلس النواب. رمضان، هل لك أن تطلعنا على جدول الأعمال اليوم؟ تفضل. نعم، كان بدأت الجلسة الخاصة بمجلس النواب في الساعة 11 من صباح اليوم لمناقشة عدد من التقارير الخاصة باللجان المشتركة، من بينها لجنة الصناعة ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الدستورية، لجنة التشريع والدستورية أيضا. وبدأ مجلس النواب في جلسته العامة بمناقشة يعني إحدى المشاريع المقدمة من الحكومة بتعديل قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث الاختصاصات المختلفة سواء تبعية لرئاسة مجلس الوزراء أو يعني الاختصاصات الخاصة بالموظفين سواء بالانتقالات والتسويات وقانون الخدمة المدنية. بعض هذه التعديلات التي سوف تكون في صالح الموظفين والعاملين في الدولة. أيضا من المقرر على جدول أعمال المجلس اليوم مناقشة أيضا الاتفاقية الخاصة ما بين الحكومة المصرية والحكومة الإيطالية بشأن منطقة الروبيكي والمنحة المقدمة من دولة إيطاليا التي تبلغ 6 ملايين يورو، وهي في مجملها سوف تتم على من خلال دفعتين متتاليتين سنويتين للحكومة المصرية ليعني إنشاء وتنفيذ الأعمال الفنية الخاصة بمنطقة الروبيكي سواء من خلال الأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة والخبرة الإيطالية أصلا، والخبرة الإيطالية في هذا المجال في دباغة الجلود وصناعة الجلود، وأيضا بعض التدريبات المهنية التي سوف تقدم للعمالة المصرية. أيضا أهمية هذه الاتفاقية تعود إلى يعني الأهمية يعني تغطية السوق المصري والمحلي من صناعة الجلود والتصدير إلى الخارج أيضا، ويعني استخدام المعدات الحديثة والتكنولوجية في هذه الصناعة، ما يوفر العديد من المجهود والكثير أيضا من الإنتاج بالنسبة لصناعة الجلود، وأيضا بالنسبة للحد من التلوث من مياه الصرف الصناعي التي كانت يعني معظمها يذهب إلى النيل وإلى الشوارع، وأيضا القضاء على العشوائية في هذه الصناعة. أيضا ترى لجنة المشتركة أن هذه الاتفاقية لها أهمية كبرى، حيث سوف تنقل السوق المصري من حال إلى حال، وأيضا بالنسبة لاستخدام المعدات الحديثة والمعدات التكنولوجية والاستفادة أيضا من الخبرة التكنولوجية. لذا أوصت اللجنة من خلال يعني اللجان أو التقرير المشترك ما بين اللجان النواب بالحث على يعني الموافقة على هذه الاتفاقية. أيضا من بين يعني الطلبات التي قدمت من الحكومة في يعني في بداية الجلسة، وهي الخاصة ببعض الطلبات التي جاءت إلى لجنة الإسكان من الحكومة للتوسع في عمل اجتماع خاص بحول قانون الشهر العقاري، وايضا بالنسبه لي يعني الاتفاق على شكل الابنيه في البدايه، ومن ثم يعني دعا رئيس المجلس الى هذا يعني الاتفاق على هذا الاجتماع على النواب، ومن ثم تمت الموافقه في انتظار هذا الاجتماع. تستمر الجلسه الان في الاستماع ومناقشه التقرير الخاص باللجنه المشتركه ل يعني تعديل القانون الخاص بانشاء قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. إليك الزملاء. رمضان، أشكرك على هذه المعلومات. رمضان المطعاني مراسل النيل من داخل مجلس النواب. عودة مرة ثانية لشأن العالمي، حيث قالت إيران اليوم أنه يتعين على إدارة الرئيس بايدن تغيير سياسة الضغوط القصوى التي اتبعها سلفه تجاه إيران، فضلا عن رفع العقوبات المفروضة على طهران أولا إذا كانت تريد إجراء محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع في عام 2015. وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن إيران ستواصل العمل مع الوكالة على الرغم من تقليص التعاون. ما زالت جولات الشد والجذب بين إيران والقوى الغربية متواصلة في انتظار صاحب النفس الطويل الذي سيحسم النهاية لصالحه. وفي أحدث منافسات الغريمين، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة
أعلن أن الوقت غير مناسب لإجراء محادثات غير رسمية مع الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الأوروبية لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي لطهران الذي تم إبرامه عام 2015، واعتبر أنه لم يطرأ أي تغيير على مواقف وسلوك الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تتخلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سياسة الضغوط القصوى التي بدأتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. وفي الجانب الأمريكي، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي عن خيبة أمل واشنطن من الموقف الإيراني، إلا أن البيت الأبيض تمسك باستعداد الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أي جهود دبلوماسية جادة مع روسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين بهدف عودة امتثال الجميع بالاتفاق النووي. ومع بقاء حالة الجمود التي أصابت الاتفاق النووي الإيراني، أوقفت طهران عمليات التفتيش المفاجئة التي تسمح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش أي موقع إيراني يشتبه أنه يجري أنشطة نووية. وأفادت الوكالة بأن إيران تجاوزت بنسبة 20% نسبة تخصيب اليورانيوم المحددة في الاتفاق، والتي اقتصرت على 3.67%. وحذر المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي من رفع نسب التخصيب إلى 60% لتقترب من نسبة النقاء البالغة 90% الكافية لصنع قنبلة ذرية. هكذا بدأ الخلاف بين إيران وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة كامنا في تحديد من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى لإحياء الاتفاق النووي، حيث يصر الجانب الإيراني على وجوب رفع واشنطن العقوبات أولا، بينما تتمسك واشنطن بامتثال طهران أولا بالاتفاق قبل أي شيء. وبين هذا وذاك يبقى الترقب سيد الموقف. تشهد عدد من قرى محافظة مطروح تطويرا شاملا ضمن مبادرة حياة كريمة، وتضم المرحلة الأولى تأهيل 5 قرى في مراكز الضبعة وبراني وسيوة والحمام والعديد من العمليات للتأهيل ورفع الكفاءة. زميلي أشرف مبارك والمزيد من التفاصيل من محافظة مطروح وتحديدا من مدينة الضبعة. أشرف، هل لك أن تطلعنا على ما يتم من خلال هذه المبادرة، مبادرة حياة كريمة، كيف يتم خدمة هذه القرى؟ بالفعل برحب بكم هذه المرة. يعني نحن مستمرين في التغطية منذ الصباح الباكر في بعض القرى التي تم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة التي يعني دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي. الآن نحن في قرية زاوية العوامة بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، يعني هي إحدى 5 قرى تم تطويرهم في المرحلة الأولى. هناك أيضا 6 قرى دخلت في مراحل التطوير في المرحلة الثانية بعدد يعني نحو 43 مشروع في المرحلة الأولى ونحو 52 مشروع في المرحلة الثانية. يعني جميع الخدمات المقدمة في هذه القرى هي يعني إنشاء مراكز تكنولوجية مميكنة لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى بعض الخدمات التعليمية من مدارس وأيضا بعض الخدمات الصحية من مستشفيات ووحدات صحية. للحديث أكثر حول عمليات التطوير داخل القرى المصرية وضمن مبادرة حياة كريمة، معي على الهواء مباشرة يعني سيادة العميد محمد فوزي وهو رئيس مركز مدينة الضبعة. سيادة العميد برحب بحضرتك على شاشة النيل الأخبار. عايزين نعرف الحقيقة إيه عمليات التطوير اللي بتتم داخل مركز أو داخل مركز ومدينة الضبعة؟ تشرفنا بقناة النيل الأخبار مدينة الضبعة من محافظة مطروح. مبادرة حياة كريمة مبادرة أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سنة 2019 في مدينة شرم الشيخ. الغرض منها تلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجا، اللي خصنا منها في مدينة الضبعة قريتين، قرية سيدي شبيب وقرية زاوية العوامة اللي احنا موجودين منها حاليا. ايه القطاعات اللي نفذت من حياة كريمة؟ القطاعات اللي نفذت بالنسبة للتعليم، بالنسبة للتعليم في سيدي شبيب تم انشاء مدرسة سيدي شبيب الاعدادية، بالنسبة لزاوية العوامة تم تحسين وتطوير مدرسة زاوية العوامة الابتدائية بطاقة 6 فصول، كل فصل 30 180 طالب. تم انشاء 3 فصول اعدادي بجوار المدرسة الابتدائي بطاقة 90 طالب لكل فصل 30
طالب تم إنشاء مدرسة أولاد هيوب الحديثة النموذجية، 6 فصول ابتدائي و3 فصول إعدادي ورياض أطفال بطاقة 210 طالب. بالنسبة للقطاع الرصف تم إنشاء رصف في سيدي شبيبة حوالي 8 كيلو، هنا في زاوية عوامة بحوالي 4 كيلو. بالنسبة للشباب والرياضة، بالنسبة للشباب والرياضة تم إنشاء مركزين شباب رياضة في سيدي شبيب، مركز في حسنبك ومركز في سيدي شبيب. في زاوية عايز حضرتك تكلمنا بقى عن المكان اللي احنا موجودين فيه ده مجمع خدمات، يعني احنا شايفين وراء مركز الشباب هنا في قرية زاوية العوامة، وأيضا الوحدة المحلية، وفي مكتب بريد، في مدارس تعليم أساسي. يعني المكان ده عبارة عن إيه؟ وكلمنا المكان ده كان عبارة عن إيه الأول قديما قبل ما يعني تطالوا يد التطوير؟ المكان يا فندم زاوية العوامة، أول حاجة زاوية العوامة العدد السكاني بقى 3300 بالقرية اللي احنا حوالينا، وبالتجمعات أكثر من حوالي 15 تجمع. تم تطوير الوحدة المحلية، تم بناء الدور الثاني فيها زي ما حضرتك شايف، تم بناء مركز شباب حسنبك، تم إنشاء الملعب على أحدث مستوى، تم بناء المدرستين الابتدائي والإعدادي، تم إنشاء طرق بعدد 4 كيلو، تم عمل محولين كهرباء. أنا في قطاع الزراعة أنا بزرع شعير تين برشومي، بزرع شعير وتين برشومي، بحتاج إلى مياه الأمطار. طب الفائض مياه الأمطار بعمل ايه؟ بخزنهم في خزانات، 9 خزانات هنا و9 خزانات في سيدي شبيب بطاقة الخزان 100 متر مكعب. تكلفة كام يا فندم؟ التكلفة لحياة كريمة بالنسبة لسيدي شبيب وزاوية العوامة 65 مليون، 34 مليون في سيدي شبيب، 31 مليون في زاوية العوامة. تطوير وتأهيل أيضا المساكن الخاصة بأهالينا والمواطنين في مدينة الضبعة، هل أيضا يعني شمالهم التطوير؟ طورنا يا فندم 60 منزل. طورنا 60 منزل، مساحة المنزل 100 متر، 31 منزل في سيدي شبيب، وطورنا هنا في زاوية العوامة 29 منزل. يعني إذا التطوير بيشمل كافة القطاعات. طبعًا يا فندم الغرض منه، أنا بحسن الخدمة المقدمة للمواطنين في زاوية العوامة وفي سيدي شبيب، وإن شاء الله الخير هيعم على البلد بالكامل بإذن الله. بشكر حضرتك جدا العميد سياده العميد محمد، ويعني نورتنا في شاشه قناه النيل اخبار. يعني زي ما احنا شايفين شيرين، هذا هو التطوير اللي بيتم داخل محافظه مطروح، وتحديدا في مركز ومدينه الضبعه ضمن 5 مراكز هنا في محافظه مطروح. جميع يعني الخدمات المقدمه للمواطنين يتم تحديثها وتطويرها، يعني خاصه ان الدوله المصريه تسعى خلال الفتره القادمه لتحسين جوده الخدمات المقدمه للمواطنين، وايضا يعني تسهيل على المواطنين سواء يعني الطلاب يعني الراغبين في الالتحاق بالعمليه التعليميه، يتم توفير القرى او المدارس القريبه من التجمعات البدويه الخاصه بهم، بالاضافه ايضا الى انشاء مراكز تكنولوجيه حديثه لخدمه المواطن في ملف التصالح في مخلفات البناء وبعض الخدمات الاخرى. أشرف أشكرك، أنت تتابع معنا بالفعل منذ الصباح ما يتم من خلال هذه القافلة والخدمات اللي بتقدم لأهالي مطروح. أشكرك شكر جزيل أشرف مبارك مراسل النيل من محافظة مطروح. تعقد الأمم المتحدة اليوم مؤتمرا افتراضيا رفيع المستوى لإعلان التعهدات للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2021. الحرب في اليمن تحول هذا البلد الفقير إلى دولة غير قابلة للحياة، سيكون من الصعب للغاية إعادة بنائها حسب ما حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قبيل انعقاد مؤتمر للمانحين اليوم الاثنين، يهدف لتجنب وقوع مجاعة عبر إعلان التعهدات للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2021. الإحصاءات الأممية تؤكد أن أكثر من 16 مليون يمني سيعانون من الجوع هذا العام، وأن ما يقرب من 50,000 يعيشون بالفعل في ظروف شبيهة بالمجاعة. لهذا نشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دول العالم التبرع بسخاء لليمن في مؤتمر المانحين الدوليين، والذي سيعقد افتراضيا بدعوة من سويسرا والسويد والأمم المتحدة. وتأمل الأمم المتحدة في جمع 3.85 مليار دولار. ويعتمد اليمن على المساعدات لإطعام سكانه البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، ولكن مع انخفاض تمويل المساعدات بشكل كبير في عام 2020 خصوصا بسبب تبعات فيروس كورونا، توقفت الكثير من برامج الإغاثة عن العمل في اليمن. وتلقت الأمم المتحدة العام الماضي 1.9 مليار دولار، أي حوالي نصف المبلغ الذي كان يحتاجه اليمن في عام 2020. وهذا يعني أن كثيرا من اليمنيين الذين
الذين كانوا يستفيدون على سبيل المثال من برامج الرواتب الشهرية والبرامج الأخرى التي تساعدهم على تحصيل الأموال النقدية لم يتلقوا هذه المزايا. ومنذ نحو 7 سنوات يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233,000، وبات 80% من السكان يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم وفقا للأمم المتحدة. وسبق للمنظمة الأممية أن حذرت من أن 400,000 طفل يمني دون سن 5 قد يموتون بسبب سوء التغذية الحادة. فقد أدت المعارك بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي المدعومة من إيران إلى وضع البلاد على حافة الدمار الشامل، وجرى تدمير مدارس ومصانع ومستشفيات وشركات وتجنيد الأطفال للقتال، بينما فقد مئات الآلاف سبل عيشهم وأصبحت المجاعة تهدد الملايين. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 595 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد و49 حالة وفاة، وبلغ عدد المتعافين 140,892 حالة. أعلن رئيس جنوب إفريقيا رامافوزا انتقال البلاد من المستوى التحذيري الثالث إلى المستوى الأول، مما يخفف القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، مع انخفاض إصابات كورونا إلى 10,000 إصابة جديدة بالفيروس. تهدف قيود المستوى التحذيري الأول إلى الحفاظ على قدر منخفض للعدوى ضمن جهود منع الانتشار الواسع للفيروس. السلالة الجديدة لفيروس كورونا هي سائدة الآن في البلاد، لأن هذه السلالة تنتقل بسهولة أكبر ولها القدرة على نقل العدوى لعدد أكثر من الناس. كما تتسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا في ضغوط على نظامنا الصحي وتؤدي إلى فقدان كبير في الأرواح. حالات العدوى الجديدة تم استقبالها في المستشفيات، وعدد الضحايا انخفض بنسبة كبيرة وفي اتجاهه لتراجع أكثر. ففي الأسبوع الماضي تم تسجيل أقل من 10,000 إصابة يومية جديدة فقط، بينما في الأسبوع الأخير من يناير تم تسجيل أكثر من 40,000 إصابة، وفي الأسبوع الأخير من ديسمبر بلغت الحالات 90,000 إصابة. لقيت قيود مكافحة انتشار فيروس كورونا في هولندا احتجاجات من المتضررين بها، وفي العاصمة أمستردام اندلعت مظاهرات حاولت قوات الشرطة تفريقها لمنع استمرار تجمعات المتظاهرين. ولقيت القيود تأييدا قطعيا من الهيئات القضائية الأعلى، والتي أقرت بحق الحكومة في فرض حظر تجوال ليلا، وذلك ضمن إجراءاتها الطارئة لاحتواء الفيروس، بعدما تسبب موقف محاكم الدرجة الأولى في لاهاي من إثارة الجدل حول أسباب فرض حالة الطوارئ. وسجل مؤشر الإصابات الجديدة للفيروس في هولندا ارتفاعا بنسبة 20% خلال أسبوع. استمرون مع حضراتكم وبعد فاصل. في أول خطاب له منذ خروجه من البيت الأبيض، ترامب يؤكد أنه لا يخطط لتأسيس حزب ثالث ويلمح لترشحه للرئاسة مجددا. أخبار الاقتصاد في هذه النشرة وزميلتي آلاء حامد. إليك يا آلاء. شكرا شيرين، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الجولة في أخبار الاقتصاد وأبرز ما فيها. وزارة البترول تطلق أول تطبيق للهاتف المحمول للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي. أهلا بكم
بكم وإلى التفاصيل، حيث أعلن وزير البترول طارق الملا إطلاق أول تطبيق للهاتف المحمول للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومراكز التحويل وإظهار أقرب هذه المحطات والمراكز للمكان الذي يوجد فيه المواطن والتعريف بالخدمات التي تقدمها. وأكد الملا المضي قدما في تنفيذ البرنامج الذي تم إعداده لنشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومراكز التحويل في المحافظات المختلفة بهدف تمكين المواطنين من استخدام الغاز الطبيعي كوقود لسيارتهم بسهولة ويسر. أصدر وزير المالية محمد معيط قرارا يتضمن تيسيرات جديدة في حساب الضريبة الجمركية لسيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي أو بمحركين للدفع كهرباء بنزين. وأوضحت وزارة المالية أن القرار يأتي في ظل توجه الدولة نحو السعي الجاد للاعتماد على السيارات النظيفة للحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة، خاصة أن السيارات الكهربائية يمكنها السير لمسافة طويلة بأقل استهلاك للطاقة. إلى البورصة المصرية التي تباينت مؤشراتها خلال تعاملات جلسة اليوم وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب، قابلتها عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب. وبلغ رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية مستوى 703 مليارات و591 مليون جنيه. وصعد مؤشر البورصة الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبة 2%، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس سابنتي بنسبة 43%. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي 2021. وأوضح المركز أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نفت تلك الشائعة، مؤكدة أنه لا صحة لتراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي 2021، وموضحة أنه تم زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح إلى 3,418,000 فدان خلال الموسم الحالي لعام 2021، مقارنة ب 3,400,000 فدان خلال الموسم الماضي عام 2020، وذلك بزيادة قدرها 16,000 فدان. أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك ساهم خلال شهر يناير 2021 في تنفيذ 1779 مشروعا بقروض بلغت 333 مليون جنيه. وأشار شعراوي إلى أن هذه المشروعات أسهمت في توفير 12,000 فرصة عمل في جميع المحافظات، وأضاف أن إجمالي المشروعات التي نفذها مشروعك بلغ حتى الآن 165,779 مشروعا بقروض بلغت 17 مليار و700 مليون جنيه، ووفرت أكثر من مليون فرصة عمل. إلى أسواق النفط العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار اليوم عقب إقرار مجلس النواب الأمريكي حزمة تحفيز ضخمة، إلا أن تباطؤ نمو أنشطة المصانع في الصين حد من المكاسب. وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو 1.9% إلى 65 دولارا و66 سنتا للبرميل. وقفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.9% إلى 62 دولارا و68 سنتا للبرميل. هنا مشاهدينا تنتهي أخبار الاقتصاد، ونعود من جديد إلى شيرين القشيري. إليك شيرين. أشكرك لاء على هذه الأخبار. أعلن الرئيس الأمريكي السابق ترامب أنه لا يخطط لتشكيل حزب جديد يكون منافسا للحزب الجمهوري، وأنه قد يخوض انتخابات الرئاسة المقبلة. أقف أمامكم اليوم لأعلن أن الرحلة المذهلة التي بدأناها معا والتي لم يقم بها أحد غيرنا ولا تشبه أي رحلة أخرى، تلك الرحلة الناجحة التي بدأناها قبل 4 سنوات لا تزال بعيدة عن نهايتها. لن أطلق حزبا جديدا. يكررون كثيرا أنني سأعلن عن حزب جديد. لدينا الحزب الجمهوري، سوف يتحد ويكون أقوى من أي وقت مضى. لن أطلق أي حزب جديد.
وجهت محكمة في ميانمار اتهامين جديدين لزعيمة المعارضة أونغ سان سوتشي التي تحتجزها المجموعة العسكرية منذ اعتقالها في الأول من فبراير الماضي، والتي مثلت اليوم أمام المحكمة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ولكن محاميها لم يوضح طبيعة هذين الاتهامين اللذين يضاف إلى تهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني وخرقها لتدابير احتواء فيروس كورونا. في ظل قمع دام يستهدف الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في ميانمار، مثلت الزعيمة أونغ سان سوتشي التي تحتجزها المجموعة العسكرية منذ اعتقالها في مطلع فبراير أمام المحكمة عبر تقنية الفيديو، وظهرت بصحة جيدة حسبما أفاد محاميها. سوتشي البالغة من العمر 75 عاما تحاكم بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني وخرقها تدابير احتواء فيروس كورونا. وغداة يوم وصف بالأعنف سقط خلاله 18 قتيلا برصاص الشرطة، عاد المحتجون إلى الشوارع في مدينة يانغون ليواجهوا من جديد وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع أطلقته شرطة مكافحة الشغب، وشهدت المظاهرات تشييع جثامين عدد من ضحايا الاحتجاجات. وفي ماندلاي انضمت مجموعة من الرهبان البوذيين إلى جموع المتظاهرين الرافضين لاستيلاء الجيش على السلطة، مطالبين بتحقيق الديمقراطية والإفراج عن سوتشي. الولايات المتحدة من جانبها أعربت عن بالغ قلقها حيال استخدام قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في ميانمار، واعدة باتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة السلطات العسكرية. كما أدان السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة حملة القمع، مؤكدا أنها غير مقبولة. توصلت الاحتجاجات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء الأرميني، حيث تجمع العشرات من المتظاهرين أمام مبنى حكومي في العاصمة يرفان. وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قد وصف قرار الرئيس أرمين ساركيسيان والذي رفض الموافقة على إقالة رئيس الأركان العامة بأنه غير مفهوم، ومن المقرر أن يتم تنظيم مسيرة لأنصار باشينيان اليوم. تتواصل المواجهة في أرمينيا بين نيكول باشينيان رئيس الوزراء وفصائل المعارضة التي أعلنت توحدها في حركة إنقاذ الوطن حول مطلب استقالته من منصبه، على ضوء ما وصفته بتعثر سياساته في الوقت الذي يرفض فيه رئيس الجمهورية أرمين ساركيسيان طلبه حول التصديق على قراره بشأن إقالة رئيس أركان القوات المسلحة أونيك غاسباريان. وعلى الرغم من دعوته لأنصاره بطلب تأييده والخروج إلى شوارع العاصمة يريفان، فإنه لم يستطع بعد تجاوز معارضيه ممن خرجوا لمحاصرة البرلمان وإقامة مخيماتهم التي لم يغادروها لليوم الرابع على التوالي تحت شعارات تطالب برحيله وتعلن تأييدها لخصومه من قيادات رئاسة الأركان وكبار ضباط القوات المسلحة. من جانبه بادر رئيس الجمهورية ساركيسيان بمخاطبة رئيس حكومته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يدعوه إلى إعادة الحكومة النظر في طلبه حول إقالة رئيس الأركان. وأعلنت المعارضة التي تضم ممثلي 17 حزبا وتنظيما سياسيا عن ترشيح فازجين مانوكيان رئيس الوزراء السابق وزير الدفاع رئيسا للحكومة الانتقالية ممثلا للحركة الموحدة التي سميت بحركة إنقاذ الوطن. الحلول المقترحة للأزمة الراهنة بحسب زعيم المعارضة مانوكيان تتوقف على الدورة الاستثنائية للبرلمان المدعوة إلى اتخاذ قرار إنهاء حالة الطوارئ، نظرا لأن الدستور ينص على تعذر إقالة رئيس الحكومة خلال حالة الطوارئ. كشف عن أن باشينيان يعتمد اليوم على عنصرين أساسيين في معركته، وهما الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم التي تملك الأغلبية في البرلمان، والشرطة التي قال مانوكيان إنها تبدو أكثر تحفظا في سلوكها وآدائها خلال الفترة الأخيرة. وقال إنه يجري العمل من أجل استمالة عدد من أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم إلى صفوف المعارضة اعتمادا على عدم الإطاحة أو التضحية برئيس الأركان الذي يطالب باشينيان بإقالته. مستمرون وبعد فاصل. فوز نوماد لاند وبورات ومسلسل ذا كراون بجوائز الجولدن جلوب.
والوقفة الأخيرة دائما مع الرياضة وآلاء حامد. إليك آلاء. إليك شيرين. آلاء أشكرك على هذه الوقفة. شوية على اليوم، جثمان الفنان الراحل يوسف شعبان من مستشفى العجوزة ليورى ثرى بمقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر. كان الفنان الكبير يوسف شعبان قد توفي عن عمر ناهز 90 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. بعد مشوار فني حافل قدم خلاله أكثر من 100 فيلم وعشرات المسلسلات التلفزيونية والإذاعية إضافة إلى الأعمال المسرحية، رحل الفنان القدير يوسف شعبان عن عمر ناهز 90 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. ولد يوسف شعبان في حي شبرا بالقاهرة، وكان والده مصمم إعلانات في إحدى الشركات الأجنبية ويمده بشكل دائم بالمجلات والصحف والكتب، مما جعله شغوفا بالقراءة والفنون. بدأ حبه للتمثيل من المدرسة، حيث كان يشارك في المسرحيات التي يقدمها الطلاب في المناسبات أو الإجازة الصيفية. وبعد أن التحق بكلية الحقوق في جامعة عين شمس انضم إلى فريق المسرح بالجامعة، وأثناء دراسته للحقوق التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ورأى مستقبله في الفن، ففضل الاستمرار في المعهد وترك الكلية. بدأ مشواره الفني من المسرح الذي قدم من خلاله عددا من الأعمال أثناء دراسته بالمعهد، ثم شارك في بداية الستينيات بأدوار صغيرة في أفلام منها في بيتنا رجل وأيام بلا حب والمعجزة، إلى أن جاءته الفرصة الحقيقية في زقاق المدق عن قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ. ومن أبرز أفلامه معبودة الجماهير وميرامار والثلاثة يحبونها وأم العروسة وجفة الدموع ودائرة الانتقام واذكريني. وجسد الفنان الراحل أدوارا لا تنسى في الدراما التلفزيونية في أعمال شهيرة مثل الشهد والدموع والمال والبنون والضوء الشارد والوتد، إلا أن دور محسن ممتاز الذي قدمه في مسلسل رأفة الهجان ظل هو الأيقونة التي اشتهر بها على مدى مشواره. تولى شعبان منصب نقيب الممثلين لدورتين متتاليتين من عام 1997 إلى 2003، وحصل على العديد من الجوائز، كما كرمه مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في عام 2016 والمهرجان القومي للمسرح المصري في عام 2019. فاز فيلم نومادلاند وبرات بجائزتي الجولدن جلوب أفضل فيلم درامي وأفضل فيلم كوميدي على الترتيب في حفل أقيمت معظم فقراته عن بعد وخيمت عليه ظروف الوباء. ونال نومادلاند أيضا جائزة أفضل إخراج وحصلت عليها المخرجة كلوي تشاو. وفاز مسلسل ذا كراون الدرامي البريطاني وشيتس كريغ وأيضا ذا كوين أوف جامبت بجوائز الأعمال التلفزيونية. تتواصل فعاليات معرض الفن التشكيلي تلك الأيام في دار الأوبرا المصرية، ويضم المعرض أكثر من 60 لوحة فنية تعبر عن الثقافة المصرية البسيطة والعلاقات الإنسانية بعيدا عن صخب التكنولوجيا. تلك الأيام معرض يضم بين جنباته مجموعة من الرسومات التي تعبر عن الواقع المصري البسيط وبألوان هادئة جاذبة للأعين. المعرض ممكن يكون اسمه تلك الأيام، ممكن يكون اسمه نعمة مستترة، لأن دي نعمة من ربنا إن احنا بقى عندنا رفاهية الوقت، عندنا وقت نقدر نعمل فيه حاجات ما كناش بنعملها قبل كده. فهتلاقي حضرتك في لوحة المعرض إن أنا مركزة على علاقات إنسانية، في حاجات ما كانتش بتحصل قبل كده بكثرة، يعني هتلاقي في علاقات أطفال بتلعب مع بعض مش بألعاب إلكترونية، هتلاقي في نظرات كده ناس هادية وقاعدة مع بعض، في علاقات مع الحيوانات، يعني بقى في كده هي علاقات، يعني علاقات إنسانية ما كناش حاسين بيها قبل كده أو بناخدها على السريع. يعني الحاضرون من أعمار مختلفة أثنوا على المعرض وأكدوا أن لوحاته لمست الجانب الإنساني فيهم بعيدا عن صخب التكنولوجيا. أنا شايف أنه فعلا المعرض يعني متميز وفي مجموعة ألوان تتناسب مع فكرة المعرض، فكرة الذكريات اللي الفنانة فعلا
بتحاول يعني تستعرض ذكرياتها القديمه في 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 مجموعه لوحات وعلاقات ما بين البنت والطياره والعصفوره والقطه، مجموعه عناصر بتحاول فعلا طبعا تستعيد ذكرياتها من خلالهم. يعني جيت عجبني كده الرسومات واللوحات والالوان، حسيت بيهم كده بحاجه شبه الفتره اللي عشناها دلوقتي. عجبني شويه الحيوانات والحاجات اللي هي يعني بنتبسط لما نشوف رسوماتها، الطيارات الورق والحاجات دي، وبس عجبني كده الفكره عامه. يعني اكثر من 60 لوحه عبرت الفنانه رندا اسماعيل من خلالها على الواقع المصري البسيط والعلاقات الانسانيه القائمه على الود والمحبه. عمر حمزه، النيل. الختام تذكرة بالعناوين: منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة ينطلق اليوم في نسخته الثانية عبر الفيديو كونفرنس. سوريا تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لعدوان إسرائيلي جديد فوق دمشق. نتنياهو يحمل إيران مسؤولية انفجار سفينة إسرائيلية في خليج عمان متوعدا بالرد وإيران تنفي. انتهت هذه النشرة، شكرا للمتابعة، في أمان الله.